كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كفاعل جمعوي، اولا استنكر هذا الحادثة الواقعة الأخيرة اللي وقعت للطفل بريء بفران أطلس الصغير، لان هذه تؤكد على ان هناك تهديدات خطيرة يعني تتعرض لها الطفولة المغربية والطفولة في هذا الجنوب، في هذه المناطق اللي كانت دائما محافظة وعلى القيام ومنأى عن هذه التصرفات وهذا هذه الجرائم هذه اللي تفاجأنا فعلا كرأي العام محلي على انه يعني هذه الظواهر ولات يعني كتبان في هذا المجتمع ديالنا للاسف. وهذه رساله للامهات والاباء على انه يجب الاحتياط اكثر، يجب اخذ بعين الاعتبار ان تربيه الاطفال ومراقبتهم ويعني والتبليغ على جميع المخاطر اللي كيتعرضوا لها مسؤوليه مشتركه، لذلك لا يجب السكوت على مثل هذه الجرائم، لا يجب يعني تحت اي ذريعه سواء ذريعه اخلاقيه او ذريعه الشرف الى غيره، لان هذه الجرائم جرائم مدانه اخلاقيا ومدانه يعني جميع يعني انسانيا. وبالتالي الواقعه ديال هذا الطفل هو الذي تم استدراجه من طرف قاصرين كذلك، وتم اغتصابه حسب افاده الاسره وحسب ما تنقلته وسائل الاعلام، تعتبر يعني نوع من جرس الانذار على ان المجتمع فيه تعتمد فيه مجموعه من القيم، مجموعه من التغيرات المجتمعيه ومجموعه من التغيرات القيميه على مستوى القيم التي يجب على علماء النفس وعلماء الانثروبولوجيا والسوسيولوجيين وجميع المهتمين بالشان المجتمعي خصوصا ان يقوموا بدراسه هذه الظواهر التي بدات تنخر المجتمع المغربي، خاصه مع حادثه المرحوم عدنان بطنجه وقضايا اخرى، ثم هناك عنف ضد الاصول، هناك يعني زنا المحارم، مجموعه من الظواهر التي اصبحت تؤرق مجتمعنا ويعني وتستدعي منا كباحثين كحقوقيين كمناضلين البحث عن اليات اولا للترافع ثم اليات لتحسيس المجتمع بخطوره هذه المسائل، لان هذه القضايا وهذا الجناح وهذه الجرائم ما هي الا تعبير على ان هناك شيء ما يتغير في المجتمع، وان هناك ربما مجموعه من المسائل يجب تغييرها في العقليات في الممارسه في القانون كذلك، يجب يعني المناهج التربويه الاسره كل المتدخلين وسائل الاعلام يجب ان تقوم بادوارها كامله من اجل الا يعني يتكرر مثل ما وقع يعني سواء في طنجه او في فر الاطلس الصغير او في مناطق اخرى ربما. ومساله ثانيه اخرى اساسيه هي لا يجب السكوت على هذه مثل هذه الجرائم، لان السكوت عنها يعتبر نوعا من الاعتراف يعني نوعا من القبول الضمني لها، وهذا منافي للطبيعه الانسانيه ومنافي كذلك للشعور الانساني والحقوقي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.